البندري، يلا نكتب اسم البندري الحين باللغة الإنجليزية. أكيد أنت رحتي جوجل ودورتي كيف تكتبين اسمك، إنما الحين نكتبه بالطريقة الأصوب. تمام، معصبة لي معي ال، بعدين الباء مفتوحة، والبندري هو شكل مؤنث من اسم بندر، وبندر كلمة فارسية تعني مرفأ السفن، فبالتالي الاسم بندر معناته هو له ثقل أو برستيج وحظوة، له يعني أثر في المجتمع. إيه البندري، الباء مفتوحة، النون ساكنة، والدي لازم بعدها أي، لأن الدال مفتوحة هني، بندار بندري. تمام، فإحنا ممكن إنه نحط الآي نفس ما موجود بأشكال كثيرة لكتابة الاسم، بس لما ننطق الحين شنو يطلع؟ البندرين، يطلع جدا سليم. ولكن إذا حرصنا على الأصل الفارسي بندري ماشي، بس هي مو دال، هي مو راء مكسورة وعليها شدة بندري، لا هي بندري، البندري البندري. أها، أنا دائما في كل فيديوهاتي إيش أقول؟ الحرف إذا انكسر يتعور نقول آي، نعطيه آي، بس هذا بعده ياء. ففي هذه الحالة نتأكد من نطق الاسم في الفونولوجي، اللي يحقق هذا الشيء الواي، البندري البندري هالشكل. بس إحنا نطقنا الخليجي البندري، يعني كأن الياء ميتة بس موجودة.